يقول الإمام البصيري رحمه الله ورضي عنه: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مبلغ العلم أي غايته التي ينتهي إليها. والمعنى يقول رحمه الله ورضي عنه: أقصى ما نصل إليه من هذا النبي الشريف وغاية ما بلغت معرفتنا إليه أنه بشر من جملة البشر، كما قال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وكما أخبر هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما رواه البخاري ومسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذ منها شيئا. وأنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله كلهم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، رواه الترمذي وغيره. وهذا الذي علمناه منه وتحققناه بالخبر الصادق عنه وانتهت معرفتنا إليه، فبه نؤمن وإياه نعتقد وعنده نقف. أما السر الذي فضل به جميع الأنبياء والحظوة والعناية التي اختص بها عن جميع الخلق فلا مطمع لنا في علم ذلك في الدنيا. صلى الله